الزواج هو أفضل مكان للتشكيل والتغيير. بس الست بقى كائن رقيق وما شبعش بالطريقة الكتابية في العلاقة الزوجية، بس رأيهم إيه؟ استشاري. الله يبني البيت قبل ما تحصل كوارث في البيت. صيانة زوجية، كل حاجة عشان تعيش بعمر أطول. عايزة رعاية ومحتاجة لصيانة، والزواج في الاهتمامات رقمه أول. أهلا بيك عزيزي المشاهد، بنرحب بيك في حلقة جديدة من برنامج صيانة زوجية. النهاردة بنعمة الرب هيكون لنا حلقة مميزة جدا بعنوان البيت السعيد هل أصبح نادرا لما بنسمع أن في بيت سعيد؟ هل أصبح عملة نادرة؟ ده عنوان حلقتنا اليوم. لكن خلينا في البداية نشجعكم، لو أنت عندكم أي أسئلة، لو عندك طلبة للمشورة، لو عندك أي حاجة، لا تتردد أنك تتواصل معنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا اللي بتظهر دلوقتي قدامك على الشاشة. لكن خلونا مع بعض في البداية نرحب بضيف الحلقة، خادم الرب الرائع الدكتور القسيس صفاء داود فهمي، رئيس هيئة الخدمة العربية المسيحية عن جامعة الرجاء الدولية، وأستاذ زائر بجامعة الرجاء بالولايات المتحدة الأمريكية في كاليفورنيا، هوب انترناشونال يونيفرسيتي، وأستاذ المشورة وعلم النفس واللاهوت في أماكن كثيرة متفرقة. أهلا بحضرتك جناب القسيس. أهلا وسهلا بك، أشكرك. حضرة القسيس، النهاردة عندنا حلقة عن واقع، معرفش هل هو واقع مرير ولا واقع كويس، أكيد من خلال الحلقة هنتعرف عليه مع بعض، عن البيت السعيد. بنسمع كتير كلمات سلبية عن البيوت وعن الزواج، ولو واحد رايح يتجوز يقول له يعني ده كاس ودايق، وبنسمع كم نكت وكم كلام سلبي غير عادي، كأن سيزداد عدد الحكماء حكيما وعدد البؤساء فيلسوفا. أيوة، وكأن بنصور الزواج كده شيء مرعب. فعايزين النهاردة نتكلم عن البيت السعيد اللي معرفش بقى نادرا ولا مش نادر. لكن قبل ما نتكلم على البيت السعيد، كلمنا الأول حضرة أسيس إيه البيت في البداية كده، قبل ما نتكلم على نوعية البيت السعيد، هو إيه البيت المسيحي؟ يمكن وانا جاي، الفكر الاساسي اللي كان بيشغل ذهني اني ما اكلمش البيت المسيحي فقط، ولا اكلم البيت المؤمن فقط، لكن اتكلم للانسان. البيت مسيحي او غير مسيحي مكون من انسان، رجل وامراه، رجل وامراه، انسان وانثى. الكلمه سعيد أو البيت السعيد كلمة، أنا عايز بس بحاول وأنا لما انطرح على الموضوع حاولت أختار الألفاظ، ووجدت بالرغم من أن أنا بصارع مع بهدوء مع ربنا بقول له اديني الألفاظ الحكيمة اللي أنقل بيها فكرك بوضوح وهدوء بدون ما نضيع وقتنا في الانتقادات الكتيرة. كلمة سعيد كلمة جوانبها واسعة وضيقة في نفس الوقت. تسمع ناس كتير من اللي متجوزين يقول لك لا أنا مش سعيد، أنا كنت متصور أنه الحياة في الجواز هتبقى امتداد للحياة في الخطوبة، وزي ما كنت سعيد ومبسوط وإلى آخره، وعندي مشاعر دافقة وأحلام كبيرة وتوقعات كتيرة وإلى آخره، ان انا لقيت الجواز صدمة
وبعدين الصراعات اللي بتقوم بيننا على أمور تافهة و و و إلى آخره، فكلمة سعيد مش موجودة. فريق تاني يقول لك لا هي موجودة، بس إحنا اللي مش فاهمين الجواز كما ينبغي، إحنا مش فاهمين إن الجواز دور متكامل بيلعبوا الطرفين مع بعض باقتناع كامل وبتخطيط ورؤية كاملة وهادية. اختلفنا أو اتفقنا فالطبيعي إننا نختلف والطبيعي إننا نتفق، وإزاي نقدر نحول نقاط اختلافنا إلى نقاط توافق وتكيف بحيث نقدر نحقق جو صحي أفضل في البيت اللي احنا بنعيش فيه احنا الاثنين مع بعض. لا شك ان كلانا بيواجه ضغوط متنوعة وبيواجه خلفيات متنوعة، والضغوط المتنوعة دي بتجعلنا دون ان نخطط قابلين للصدام والانفجار. احيانا نختزن او ننسحب أو نرد رد عدواني، دي كلها مواقف إحنا بنتخذها، أو نكون حكماء ونطلب إن إحنا نتفاهم حوالين النقطة دي. مهم إن إحنا نكون إحنا الاثنين قادرين على الاستماع لبعض، لأن في بعض الحالات اللي بتفضل تتطور إن في طرف مش عايز يسمع، في طرف عايز يقول وعايز ياخد خطوة إيجابية وعايز يعالج الخطأ بطريقة مسيحية أو بطريقة إنسانية، إنه بلطف يقول أنا ما قصدتش، أنا آسف، أنا أخطأت في التعبير، أو خني اللفظ، أو معلش كنت متوتر ومضغوط من العمل وإلى آخره. محاولة معالجة بتخلي الأمور تبقى أسهل في معالجتها. لكن لو الطرف التاني مش عايز يسمع، طب إيه اللي هقدر أعمله؟ هنفضل بقى ايه كل واحد زي ما بنقول بالتعبير السعيدي بتاعنا متحفز للآخر، مستني غلطة، مستني كلمة، مستني إشارة، مستني حركة، مستني موقف في البيت، في السرير، في الدولاب، في مش عارف ايه حاجة عشان تشعل الموقف مرة تاني. ليه؟ لأن كل واحد متحفز للتاني ومختزن مشاعر سلبية. في أفراد عكس كده تماما، قابلين للتفاهم، ما ينسحبوش من مواجهة الموقف. كويس، احنا جداد في الجواز، تعال نفكر مع بعض نحل المشكلة دي ازاي، تعال نشوف ازاي ندبر نفسنا في الموقف ده. طيب حضرتك أسيس، خلينا في البداية طالما حضرتك بتكلم في العموم عن البيت، وده شيء رائع جدا لأن فعلا الله يهمه كل البيوت اللي في كل العالم، عرف لنا الأول معنى السعادة الزوجية أو البيت السعيد، يعني قبل ما نتكلم بقى عن هو موجودة ولا مش موجودة، هو يعني بيت سعيد في البداية أو يعني سعادة زوجية؟ بيت قادر أولا على التفاهم. أيوه، بيت فيه طرفين متناظرين فكرا، عملا، بيئة، إمكانيات مادية، في تناظر ما بين الاثنين، ده يخلي ما فيش جانب استعلائي يطرح نفسه بين حين وآخر، الرجل على المرأة والمرأة على الرجل. ده الشق التاني، الشق الإيماني، في اختبار حي ولا ما فيش اختبار حي، في اختبار حقيقي ولا ما فيش اختبار حقيقي، بمعنى في اختبار بيحول كلمة الله اللي بنقراها كل ليلة ولا كل صبحية، اللي بنقراها معا أو لوحدنا، اللي بنقراها في خلوة شخصية أو بنقراها في شركة عائلية، في تطبيق للكلمة دي ولا مجرد إنه كم بيقاس بالشبر أو بالأصحاح انتهينا منه النهاردة، وانا اصلي واخد عهد على ربنا ان انا هقرا كل يوم كذا اصحاح والى اخره. لكن لما نيجي لتحويل الكلام ده الى حياه، نكتشف انه يا اما موجود في بعض البيوت يا مش موجود. حبيبي طيب هتفضل زعلان مني كده والشمس غربت كده كسرت الوصيه، وبتاخدها في حضنك
فبمنتهى البساطة بيكون الرد الطبيعي لما يكون الطرف الآخر متناظر روحيا، تقول لك لا حبيبي وأنا أقدر واصل، الكتاب قال لا تغرب الشمس على غيظكم. فبنلاقي هنا في لغة بتضمن سلامة المسيرة، وندم قدر أحد الطرفين ياخد الخطوة الإيجابية. أنا فاكر في بداية حياتي الزوجية حلو الأكل حتى لو مش عاجبني، حلو بس ما تعملهش تاني، فحلو بس ما تعملهش، لا يبقى وحش. أقول لها بصي كلمة وحش ما يقدرش لساني يقولها لواحدة حلوة أمورة زيك بنت حلال. في لغة حوار بنسميها لغة صحية، حتى لو كنت عايز تقول الموقف ده مش عاجبني أو الأكلة دي مش عجباني أو معلش يبدو أن الزرار ده لأن لونه لون القميص فأنت ما خدتش بالك أنه واقع. في كم من الأساليب اللي بيها إيه؟ أنت ممكن تقول حاجة تاني، أنت عميتي ما شفتيش الزرار ده، مع أن القضية واحدة أن الزرار اتقطع ووقع وكان لونه من لون القميص فما خدناش بالنا، ما فيش سوء نية، لكن أنت حولت باللفظ اللي استخدمته حولت الموقف من حسن نية إلى سوء نية مبيت، خلق مشاعر مريرة لدى الطرف الآخر اللي بمنتهى البساطة عارف أنه إعادة الزرار إلى موقعه مش هتستغرق 5 دقايق. البيت السعيد قادرين على التفاهم، قادرين على التناظر، قادرين على معالجة الخطأ. في كلمة بنستخدمها كتير ولا نمارسها اسمها الغفران. الغفران، طب الموضوع اتصعد والشد زاد وإلى آخره، طب نسكت نوقف. واحد يوقف ليه؟ لحد ما الشحنة السلبية اللي شحننا بيها نفسنا تتفرغ. ما تقوليش مش موجود في بعض البيوت، في كل بيت موجود، المهم ازاي تقدر تتعامل مع الشحنة السلبية. أنا حضرتك عايز تقولي البيت السعيد بيتعرض لنفس الضغوط والمشاكل والاحتياجات، بس هو بيتعامل معها بطريقة مختلفة. مختلفة بيتعرض، ما أصلا أنت لما بيكلمك الكتاب بيقول للحواء مثلا بالوجع تلدين، مع ان ايه هتخلص بولادة ايه الموقف هنا انه الله موجود في الازمة، والله بيتدخل، والله بيقنع، واحيانا يقنعك انك انت اخطأت او يقنع الطرف الاخر انه اخطأ. خد خطوة، قدرة على اتخاذ، البيت السعيد مبني على قدرة على اتخاذ خطوة إيجابية تجاه إصلاح الخطأ بالغفران. ليه؟ لأن لا أنت ولا أنا معصومين، ولا أنا ولا هي معصومين. مهم إزاي تنتقي اللفظ اللي بيه، لا تكون جارحا مؤلما علشان ما تصعبش العلاج، عشان ما تصعبش العلاج. طب ايه رأيك حضرة القسيس، في ناس بتفتكر ان البيت السعيد هو البيت المبسوط اللي معاه فلوس، اللي مين قالك انه مبسوط؟ او ما احنا عايزين نعرف هل هي دي السعادة بقى الزوجية يعني، او هل هو ده المقياس فقط للبيت السعيد؟ الفلوس بركة من بركات ربنا، الفلوس والأغنام والأبقار والجمال، كم من الإشارات والمحاصيل الوفيرة، الإشارات الكتابية اللي بتقول إن في خير أرضي بيمنحه الرب وفي خير سماوي، والاثنين مرتبطين بارتباطك القوي بيه، إنك تتمتع بخير الأرض وتتمتع بالحياة الأبدية في ارتباطك بيه. حتى الأشرار لهم نصيب في مراحم الله، حتى الأشرار بيشرق شمسه عليهم، وده شيء بيخليني مرات كتير اقول له لما ابقى كده مش يعني غضبان على نفسي شويه، اقول له يعني انا مش عارف يا رب انت قد ايه محتملني، فيقول لي انا محتملك
زي ما بحتمل أي واحد تاني وزي ما بحتمل الأشرار. فالمال بركة، في بس اتجاهات لاستخدام المال. حقك تربح بس اوعى الربح القبيح، ما تكونش طامع بالربح القبيح. حط كلمة الله فيها توازن عجيب جدا جدا، من حقك تكسب لكن خد بالك، طامع بالربح القبيح دي مشكلة. ومحبة المال، المال حلو بس محبته اعطاء أولوية وسيادة أصل لكل الشرور. إذا ابتغقوا ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم. الموقف واضح بأوجاع كثيرة. فبمنتهى البساطة موجود المال. مرات كثيرة لما بنخش على السن بتاعي، طيب يا رب معانا المال نشتري الأدوية لكن معناش المال نشتري الصحة. المال موجود، تشتري الأدوية تشتريش الصحة. لما كنا بنطلع ننط 5 سلالم وننزل ننط 5 سلالم مع بعض، كنا بنسمع من أبائنا الكبار: يا ابني على مهلك شوية، حاسب على نفسك شوية، يا ابني المال مش هينفعك في المستقبل يا ابني. ونسمع نصايح ندخلها من ودن ونطلعها من الودن التانية. نكتشف ان المال ليه فايدة في البيت، لكن كنزه هيخلي قلبك مع كنزه. فهنا هتلاقي ان المال هو اللي بيحركك. انا هكسب ايه من دي؟ انا هستفيد ايه من دي؟ انا ليه اديله الزهكان هو ما ادانيش؟ وعبارات نسمعها تقول ان المال حاكم، سيد عامل سيادة ورياسة في البيت بيسيطر. لا ما انت عندك مرتبك وانا عندي مرتبي. طب وليه ما اسموش مرتبنا؟ ليه ما اسموش ربنا مدينا احنا الاثنين؟ انت المصيف عليكي وانا الشقة عليا في الشهر ده، ليك ليه الحسبة دي؟ في الوقت اللي الله ادانا البركة ان المال يبقى خادم يخدمنا نستمتع بيه وبأولادنا وبأقربائنا وبأحبابنا. اذا كان في احتياج لدى الاخواتنا ان كان الاصاغر او اخوات الرب الاصاغر او الاخرين، المهم يبقى بيلعب دور ايجابي بناء في حياة الناس. هنلاقي ان البيت بقي اسعد. بدل ما تذكر في يوم من الأيام جهش ربة بيت تستنجد بيها في التليفون الساعة كام 2 الصبح، من فضلك تعالنا دلوقتي تعالنا دلوقتي، جريت على ربة البيت علشان أشوف إيه المأساة اللي حصلة في البيت. فلقيت الزوج بيكتب ربة البيت لستة بالمصاريف، وفي فرق 10 ساق كان في ذلك الوقت 10 قروش كانت ال10 قروش لها قيمة في ذلك الوقت، تقدر تديها بقشيش وانت مطمن يعني. فبمنتهى البساطة يعني بصيت للراجل وانا مذعور داخليا. ليه؟ لان انا بناقش هنا عقلية هتدمر البيت على 10 قروش. وديتيها فين؟ بغيظ وغل وإلى آخره. فبمنتهى البساطة خدنا حوالي ساعة تفاهم على أنه تصرفت بدون قصد أو تصرفت، أنا مش فاكر طبعا القصة قوي، لكن بمنتهى البساطة تصورت وأنا مروح البيت قلت له: ده أنت لو لا قدر الله عندك أزمة قلبية أو حاجة كنت هتجيب طبيب ب10 جنيه عشان يكشف عليك. 10 ساعة تخليك تربك نفسك الربكة دي كلها. طبعا أنا متجنب أي لفظ يكون في اتهام او في توبيخ او في لوم. ليه؟ لان عارف انه العقليه اللي حكمتها الماده وسيطرت عليها الى هذا الحد، مدى الاستجابه هيكون يا معدوم يا محدود جدا. طيب حضرت القسيس، سعداء جدا وانت بتكلم على المال مش هو اللي بيجلب السعاده، لكن حلو اعرف اتعامل معاه بطريقه صحيحه. طيب حابين بقى بعد ما عرفتنا عن موضوع السعادة الزوجية، حابين حضرتك تقول لنا طب ايه أسباب غياب السعادة الزوجية في بيوت كتير؟ مش هنقول نسبة كام،
قليل ولا كتير، لكن ايه أسباب غياب السعادة الزوجية أو البيوت؟ ليه في أسباب كتير بتخليها غير سعيدة؟ جزء كبير جدا من عدم السعادة أو التطاحن أو التناحر أو التشاجر، جزء كبير جدا أنه لم يعدوا قبل الزواج لتوقعات الزواج. دي الخطورة، الخطورة أنه محدش قال له الزواج مسؤولياته إيه، محدش قال له الزواج متعبه إيه، محدش قال له العلاقة الجسدية بينك وبين الطرف الآخر رجلا أو أنثى متطلباتها إيه. عيب، عيب نتكلم في الكلام الفارغ ده وتسمع العبارة. طبعا الجو الكنسي فرض جو من الغموض طوال السنوات الماضية، تنبه لها أخيرا في 20 سنة القريبة الماضية إنه إيه ده، ده الكتاب بيتكلم عن الحاجات دي، لازم نفتح عين الناس عشان تبقى الناس مدركة مسؤولياتها تجاه الزواج من الناحية العاطفية، من الناحية الروحية، من الناحية المالية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الجنسية. كلمة الجنس دي أنا متذكر وأنا راعي كنيسة من الكنائس إن همس في أذني، أنت كان طالع كتاب جديد عن اسمه الثقافة الجنسية، موسوعة الثقافة الجنسية، والكتاب كان شامل وكان كاتبه شخصية جميلة جدا، وجي همس في ودني أحد الأتقياء قال لي كلمة جنس دي كلمة معيبة، فمن فضلك ما تكررهاش. نسيت، كنت ناسي إن أنا في الصعيد. طبعا الصعيد الكلمة لما كنا، افتكرت لما كنا طلبة صغيرين في سنة 6 ابتدائي إن المدرسة كانت بتاخدنا نحضر السينما مرتين في السنة الدراسية، فلقيت في مرة الطلبة متحمسين جدا لفيلم من الأفلام، فأنا بسأل في إيه، فالولد زميلي وط على ودني كده وقال لي في جنس، كأنه بيذكر سر حربي خطير جدا. النهاردة مشكلة من مشاكل البيت عدم فهم العلاقة الجسدية ما بين الرجل والمرأة. أنا بقول عدم فهم ليه؟ لأن الرجل مش قادر يتعرف أو مش بيبذل جهد أنه يتعرف على طبيعة المرأة الجسدية والمرأة كمثل. طب ما هو الكتاب يا حضرة أسيس قال افرح بامرأة شبابك، وبيقصد أني استمتعوا بالعلاقة دي، أما ليه ما بقيتش سبب فرح واستمتاع؟ لأنه محدش علمها ومحدش اهتم يتعلمها، لا حد علمها ولا حد اهتم يتعلمها، عشان كده نلاقي حتى الدورات الكورسات التي تقدم، الكورسات اللي بتقدم لما بتيجي عند الحديث عن الجنس يبقى مختصر ومقتضب وغير، استخدم التعبير اللي بيستخدم، غير عاري. لا لا، انت هتتكلم على المستوى ده، دعيت في مكان طلب مني اني اتكلم فيه عن هذا الامر، فقلت على اي مستوى؟ سألت، فبصلي العميد بتاع الموقع قال لي على اعلى مستوى. قلت له يعني ما هو في مستوى مسكة الايد والمشاعر اللي بتتولد عن مسكة الايد، وفي العلاقة الجسدية ازاي نوصل لذروتها بشكل متكامل عند الرجل وعند المرأة. قال لي هو ده بالضبط اللي احنا عايزينه. قلت له يعني حديث مكشوف؟ قال لي عاري، يعني عاري يعني عاري، وبعصبية كده. قلت له طب معلش، انا بس بستفسر علشان ما أحركش حد وما ضايقش حد وما أوسئش إلى حد. الموقف بيتكرر وبيتكرر في كنايسنا. أنا ما أنساش البارتيشن اللي كنا حاطينه ما بين الرجالة والستات في كنايسنا، حاجز. حاجز ليه؟ لألا يبص فيحصل خراب، أو تبص فيحصل خراب وخراب روحي و إلى آخره، كأنه ده كائن جاي من الفضاء
وهي كائن جاية من الفضاء وما يجبش انهم يلتقوا الا وهم لابسين الملابس بتاعه الحمايه من الجاذبيه الارضيه في الفضاء. فطبعا ادراك الفرد الادراك المبكر يساعد الفرد في توقيت مبكر على ادراك المسؤوليات اللي هتقع عليه في بدايه حياه الزواج وفي استمراريه حياه الزواج. اذا ادرك مسؤولياته استطاع إذا رغب أن يؤدي واجباته. إذا لم يدرك مسؤولياته وقرر أنه يحيا حياة كل شيء كان، يعني بالبركة هتيجي، بالظلمة هتيجي، بالحلو هتيجي، بالوحش هتيجي، ونبقى نتفاهم في المواضيع دي بعدين، وما ما ما تدخلناش في متاهات فكرية وعلمية وثقافية وإحنا مبسوطين ببعض كده. حضرتك يا سيس انت قلت ان عدم النجاح في العلاقة الحميمية الجسدية سبب مشاكل كتير، سبب كبير للمشاكل لعدم السعادة الزوجية والمشاكل. طب خليني أسأل حضرتك سؤال. ساعات كتير زوج بيتلكك لزوجته مثلا على أكلة، أو زوجة متضايقة طول الوقت، هل ده ممكن يكون بنسبة كبيرة راجعة جذوره لهذا الأمر؟ لا نستطيع إطلاقا أن ننكر دور هذا الأمر، لكنه مش أمر حاكم. يعني أنا مش هموت لو لم أمارس الجنس، خاصة لما تبقى قناعات الرجل قناعات ناضجة روحيا وجسديا. ليه؟ لأنه القناعة الروحية بتسيطر على مسار الجسد. أنت وأنا معرضين للخطأ والزلل، وكلانا في معركة مستمرة في الحياة. إزاي أحفظ نفسي طاهرا؟ إزاي؟ معركة مستمرة. ولما يحاول فرد يقول لك أنا ما بواجهش معارك وما بواجهش إغراءات وما بواجهش غرائزي ما بتتحركش فيها، ده حاجة من الاثنين. يا إما أنا عاجز جسديا، مش هقول عاجز جنسيا لكن عاجز جسديا بوجه عام، أو بيكذب. ليه؟ لأن أنت عندك حوار خطير أداره الرسول بولس، بيتكلم فيه عن كلما أردت أفعل كلما لا أريد أفعل. صراع 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 كامل في أصحاح كامل. لما بقعد قدامه كده أقول الله، لما أنت يا اللي مقاد بالروح داخل الصراع ده وإحنا مش عايزين نخشه، ليه؟ لا نخش. منتهى البساطة أنت بتلاقي صورة الصراع، بتلاقي صورة الإغراء من عينة امرأة فوتيفار، بتلاقي الاستسلام للغريزة الجنسية من عينة شمشون ومن عينة داود ومن عينة سليمان. أنت بتلاقي البعض بيتخذ من هؤلاء مبررات يقول لك لما الأقوياء وقعوا. سيدي الله يتعامل مع كل شخص على حدة على حدة. ما تاخدش غيرك متكأ لغيرك، لأن غيرك مش هيعطي حسابا عما فعل خيرا كان أم شرا. أنت اللي هتعطي حسابا مش هو. تتحجج بيه ما تتحججش بيه، هتعطي حسابا. الله مش قاعد لك على انه بينتقم منك لحظة بلحظة، لكن في نفس الوقت في جانب مهم جدا انك انت بتدرك مسؤولياتك ايه، دورك ايه، دورها ايه، مشاعرها ايه، احاسيسها ايه. انت وانت بتدرس انها بتصل الى ذروتها بعد فترة زمنية تقريبية قدرها كذا، انت بتراعي مشاعرها الجسدية. وهي لما بتعرف انك انت توصل لذروتك الجسدية أو الطبيعية بالشكل الفلاني، يبقى فيه تفهم للطبيعة، يبقى فيه تفهم للاقتراب من بعض، في تفهم لمشاعر كل واحد للتاني، تفهم متبادل ما بين الاتنين. في خطوة بتاخدها أنت بتقول للآخر فيها أنا بحبك فبحرص على مشاعرك، والطرف الآخر بيقول لك برضك أنا بحبك، مش كلام هنا، لا أنا بحبك فبحرص على مشاعرك. يريحك إيه يا حبيبي؟
يريحك امتى؟ يريحك ازاي؟ يريحك ايه الطريقة؟ الخطورة كمان ان في بعض الممارسات الغير طبيعية برضو نتيجة للخبرات السابقة اللي لا يعترف بها صاحب الشأن، من افلام جنسية الى قنوات جنسية الى انحرافات جنسية الى استبدال الطبيعي بالغير طبيعي، اللي حاجات دي كلها بتؤثر على أدائك المستقبلي. سيادتك وانت بتستمتع استمتاعك الوقتي بلذة وقتية غير صحية مرضية، ألا تتوقع انه في تأثير على فصوص المخ وفي دور إدماني بيؤدي إلى تدميرك فكريا نفسيا عاطفيا زوجيا؟ طب حضرتك أسيس اسمح لي أقول لك، قد يكون حد بيسمعنا دلوقتي وبيقول أنا مثلا مع شريك حياتي في العلاقة الحميمية إحنا ناجحين ما عندناش مشكلة فيها، لكن إحنا برضو بيتنا مش سعيد، عندنا حاجات تانية مضايقانا عملنا مشاكل. إيه رأيك أعرض لنا جانب تاني بعد الجانب المضيء المهم قوي اللي غالبا مش بنتكلم عنه، بيبقى غالبا بينعكس على جوانب تانية كتير. إيه تاني بيسبب عدم السعادة الزوجية في البيت؟ طباع. بمعنى طباعي إيه؟ في أفراد بيتجوزوا بعض، المرحلة السابقة بتبقى كلها الطباع لطيفة، المقدم لنا من طبائع الأفراد رجلا أو سيدة كل ما هو جميل ومذوق. أنت بتلتقي بالخطيبة اللي عاملة شعرها، اللي حاطة مكياجها، اللي لابسة أشيك ما عندها، اللي بتستخدم معاك ألطف الألفاظ، فأنت شايف طبع جميل قدامك، اللي صوتها هادي، صوتها هادي ودودة متعاونة، كم من الصفات الكبيرة لو الوقت يسمح نقعد لحد نص الليل، وهو كده برضو، ولا مانع انه ياخدها المطعم كويس برضو، فسحة كويسة، جو لطيف، وقت لطيف الى اخره، كلام كويس. بعد ما اتجوزنا ابتدت مسيرة الحياة اما بالاتفاق أو بالانفلاق. دي طب دي نعالجها ازاي؟ طب دي نعملها ازاي؟ طرفين بيسعوا للبناء بشكل أفضل وعندهم إخلاص في إنه يبني، يشجع، يعاون، يصحح، يلاطف، كل دي عبارات وراها 3-4 كل لفظ من دول وراها 4-5 آيات، فبتلاقي الحياة بتمشي بتتحرك أحيانا ببطء وأحيانا بسرعة أكبر وأحيانا بسرعة خالص. الفردين قدروا أنهم يتأقلموا ويتكيفوا ويستوعبوا بعض من أيام الخطوبة. في شق آخر، هو في جوانب أخرى بينهما، لكن في شق آخر اسمه الشق السلبي، انه ابتدى ينكشف شيء اخر في الطباع، ابتدت تنكشف حدة في الطباع، سرعة في النرفزه، سرعة في خلاص الراجل ملك الصيدة بتاعته، خد الست اللي هو عايز ياخدها، فخلاص اصبح متحكم في الامر. ابتدينا بين حين واخر نسمع على مادة الايد، ابتدى يضرب، وكنت دايما اضحك مع اولادي الاثنين الصغيرين اقول لهم ندام زعقت واستخدمت ايدك يبقى معناها ان مخك بطل يشتغل. خليك فاهم ان ربنا اداك مخ يشتغل عشان يسيطر على لسانك ويسيطر على ايدك. عشان كده لما كانوا هم صغيرين يجيبوا لي شهاده مش عاجباني وازعق يقولوا لي مش انت قلت يا بابا ان اللي هيزعق يبقى هيوقف مخه عن الشغل وهيوقف. طبعا أسكية جدا. طبعا كنت بشوف الموقف واضحك على نفسي ليه. صحيح انا قلت لهم كده، طيب معلش
حقوق عليا، بس انا دلوقتي زعلان علشان الشهادة دي، حتى لو معلش صوتي لكن انا زعلان. فيبذلوا جهدهم ان الشهر اللي بعديه يجيبوا شهادة احسن افضل. لا تستطيع بالضربة ان تعالج، انت هتخلق خوف عند الطرف الاخر لكن مش هتعالج المشكلة. انت استخدمت ايدك عشان تعالج مشكلة، انت استخدمت الفاظك القبيحة الوقحة عشان تعالج المشكلة، انت مارست ممارسة جنسية خطأ عشان تعالج المشكلة، انت لما حبيت تتصالح بممارسة جنسية ايضا فده ضاعف المشكلة. في كم من الممارسات دي بتجمع دي بتوفق ودي بتفرق. فانت النهاردة سؤال الدافع اللي جواك عايز تعيش في بيت سعيد تبني فيه مع الطرف الآخر، ولا عايز تعيش بسلطانك وجبروتك وقدراتك وسلطانك وأناك تتحكم في الطرف الآخر على أساس أنك راجل البيت أو كما يقال السيد. طيب حضرت الأسيس، يمكن حد بيسمعنا دلوقتي بيقول احنا الحمد لله علاقتنا الحميمية جميلة جدا، الطباع بتاعتنا بنتعامل مع بعض طريقة لطيفة وكويسين على قد ما بنقدر، بس في مشكلة. الزوجة بتصرخ بتقول انا متجوزة، يعني مش بس شريك حياتي، اهل شريك حياتي. او زوج بيصرخ يقول انا مش متجوز بس مراتي، انا متجوز حماتي، انا مش قادر اخد قرارات ومش سعدة بسبب تدخل الأهل أو الأقارب أو ناس تانية أطراف تانية على بيتنا، فتعمل لنا مشكلة. ودي مشكلة تقليدية، خاصة إذا كان الطرفين العائليين بيتحكموا بتمويل اقتصادي، تمويل مالي، إذا كانوا بيساندوا الزوجين في مقتبل حياتهم، فتلاقي إن الطرف الممول بيتحكم بقى. بيحاول انه يتدخل، انا مش هستخدم كلمة بيتحكم لان دي الحقيقة، لكن هقول بيحاول انه يتدخل في القرارات التي يتخذها الزوجين، قد تبدو في صورة نصيحة جميلة او مشاركة لطيفة، ما هي ما بتجيش فاضحة عن وجهها ان انا بتحكم. وبعدين لما بيبقى الواد الوحيد اللي كان حيلة أبوه وأمه، فنلاقي الأم شايفة إن ابنها هيتخطف منها، الزوجة هتخطفه، فتلاقيها بتخش في معركة لا شعورية مع الزوجة وتتدخل في حياة ابنها في كل شيء. وياما خدام وخادمات رائعين روحيا دمر حياتهم تدخل الأهل مع الابن الوحيد أو الابنة الوحيدة اللي جاي الفارس على الحصان الأبيض وخطفها ومشي. يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. أنت هتتجوز، القرار هنا مسؤول انك تقدر ترعى البيت، اذا مر البيت بأزمات وطلب تدخلك يبقى دورك، ندام تقدر تتدخل وتساند يبقى دورك انك تتدخل وتساند دون ان تتدخل في اتخاذات القرارات الا اذا طلب منك رأي او مشورة. طيب ايه النتيجة اللي بتحصل يا حضرة القسيس على الزوج او الزوجة او الاولاد بسبب غياب السعادة في البيت؟ يعني بيت مش سعيد بيعمل ايه في البيت ده؟ بيت مش سعيد يفقد احساسه بالامان. انا دايما بقول من البركات الجميلة اللي بتمتع بيها في بيتي، انك لما تلاقي مثلا ابنك ومراته طالعين عندك هو ساكن في نفس العمارة، والحفيدتين اللي هي 3.5 واللي 9 سنين الاتنين بيتمطعوا ويتشعبطوا على جده والى اخره، انت بتشوف هنا ايه؟ دول بيجوا يتشعبطوا عليك ليه؟ هو حاسس بالأمان عندك، فلما بيحس بالأمان عندك بيقترب منك.
نفس الوضع في البيت، في داخل البيت بمنتهى البساطة، لأن الأبوين متفقين على السياسة، متفقين على خطة في التربية، متفقين على مكان في العبادة، متفقين على طريقة العبادة، متفقين على أسلوب في اتخاذ القرارات، متفقين متفقين متفقين. عشان كده لما بنيجي احنا هنديهم شوكولاتاية، بابا تأذن احنا نديهم شوكولاتة؟ طب أسأل ماما، ماما تأذني؟ لا أذن، طيب نديهم. لكن لا نحاول أن نعطيهم قبل أن نستأذن من الوالدين. تقول لي لا ده أنت مضايقها. أنا مش مضايقها ولا حاجة، أنا بحترم أن الوالدين وضعوا نظام لأولادهم، وأنا شايف النظام بيتطبق بطريقة صحية جميلة، يبقى أكسره ليه؟ ده أنا أتعاون أن النظام يستمر وينمو أكتر وأكتر. يعني محبة الجد أو محبة الأهل مهم قوي، البناء الأسري الصحي. أيوة. ينتج لك بيت مش خالي من المشاكل، لا، بيت قادر على مواجهة المشاكل. طيب حضرتك أسيس قول لنا بقى، نهاردة حد سمعنا وابتدى فعلا يتحسس ان المناخ بتاعه مش سعيد، نعمل ايه عشان بيتنا يكون سعيد؟ المناخ مش سعيد من كام سنة؟ أيوة. لأنه الفرد أحيانا كرمت وما تسمحلوش بالتغيير. أنا هعتذر لها؟ ده تركبني. أنا بنقل عبارات أنا سمعتها بأذنية، خاصة في مفاهيمنا الشخصية. في مفاهيمنا الشخصية احنا 15 سنة متجوزين، أنا أولع صابع شمع اللي بتعوزه بتاخده. اللغة نفسها اللي انت بتسمعها منه لغة قاسية، قد يكون محق فيما يقول، قد يكون منطقي فيما يقول، لكن كل عباراته القاسية التي تستخدم تخلو من مشاعر الود وتخلو من مشاعر التطمين للطرف الآخر. أنا القصة عندي مش مال وأكل ولبس، أنا القصة عندي مشاعر وعلاقة ومحبة ومساندة وتشجيع واعتذار عن الخطأ، غفران واعتذار عن الخطأ، الاثنين بيمشوا مع بعض، ومعاتبة. يا الكتاب لما حط القوانين دي حطها واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. أحيانا لما كنت أبقى مشتعل جدا جدا متغاظ من موقف أو حاجة برا البيت وراجع البيت، مالك وشك متغير لي؟ أقول لها سيبيني دلوقتي، خلاص سيبيني دلوقتي، سيبني دلوقتي لحد ما أبرد أهدى أبتدي أحكي، فرغ الشحنة اللي عندي. ليه بحكي؟ لأن عارف إنها سري طلعش برا، وهي عارفة إن أنا سرها وبتطلعش برا، فبمنتهى البساطة بنحكي. لما بقينا في الامتي نست، مرحلة الامتي نست، العش الخالي زي ما بيقولوا، الولاد بنشوفهم مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع، فبمنتهى البساطة نقعد نحكي مع بعض زي ما كنا بنحكي أيام الخطوبة. ليه؟ لأنه الكبري موجود قائم، تتفق في أشياء، تختلف في أشياء، صلحت أشياء، أشياء ما قدرتش تصلح، ها ها ها، مشيت الحياة 44 سنة وانت حاسس انها جميلة، حياة جميلة، حياة سعيدة، زي ما بيستخدم التعبير اللي انا شايف انه متجاوز حدود اللفظ، بس حياة جميلة بحلوها بمرها، حياة جميلة بغناها بفقرها، حياة جميلة بصحتها بمرضها، حياة جميلة. انت تشوف يد الله في البيت متداخلة في كل شيء، ده إذا كنت تحب أن يد الله تبقى متداخلة في كل شيء. إذا كنت عايز تمشي براسك براحتك، بس ما تلومش إلا نفسك في النهاية. طيب إيه تاني حضر أسيس لما نعمله نجني سعادة وأولادنا يجدوا سعادة أيضا؟ حب بيتك، حب بيتك، حب ولادك. ادي ده واحد، ادي بيتك وادي ولادك. انا ظلمت ولادي في الوقت،
ليه؟ لأنه كان بيعزيني أن أنا في الخدمة. أيوه. لكن دايما أحس أقول إيه يعني أنا أديتهم ربع اللي كان نفسي أدهولهم أو اللي كان ينبغي أني أدهولهم. يعني العطاء مش فقط مادي. لا لا مش مادي. الولدين لحد النهاردة نادر لما واحد منهم يقول لك اديني حاجة، نادر قوي قوي قوي، ويقول لك انت علمتنا نعتمد على نفسنا كويس. الوقت بيفرق مع الأولاد يا حضرة أسيس، مع شريك الحياة؟ الوقت بيفرق طبعا. ليه؟ لأن بيبقوا أقرب أنهم يحكوا لك. دلوقتي أنا فترة بالليل ببقى موجود في البيت أكتر، فلما الأحفاد يبقى باباهم ومامتهم عندهم خدمات برا نطلع عند جده، أو عندهم شغل في المصنع بتاعهم أو الورشة بتاعتهم دي نطلع عند جده، فيطلعوا عند جده يحكوا مع جده حكاية المدرسة وحكاية المدرسة وحكاية الولد اللي قدامها وحكاية الولد البنت اللي وراها وحكاية تلاقي بيحكوا وهم مستمتعين، وبعدين يجيبوا لك الكتب بتاعت شمشون بتاعت داود وبتاعت موسى وانت تقعد تقرا لهم والى اخره. لا يا جد انت المره اللي فاتت قلت القصه بالشكل الفلاني. طبعا انت هنا في تواصل ما بينك وما بين العيال، ويضحك طبعا ابوهم لما يجي ياخدهم اخر الليل يقول لك ايه بصراحه لازم ندفع لكم حضانه. ليه؟ انت بتحس ان في امان، في عطاء، في اهتمام، في مشاركه. تيجي تقول لك جدو انت ليه النقطه دي لونها اسود، انا ما فيش في وشي، تشرح لها ببساطه تفهمها. فبقي بقول انا بقيت بقضي معهم وقت اكتر من اللي كنت بقضيه مع. اذا فالوقت مهم جدا، الوقت مهم للبيت، الوقت مهم، الوقت مهم. وانت كعنصر مبتسم وهادي ومشجع بتبقى مصدر امان بالنسبة للاطفال دي، ومصدر اقتراب. انا عايزاك، انا احتمي بيك، انا الاقي راحتي معاك، انا اقدر اطلب منك زي ما بطلب من بابا. فده الى حد كبير جدا بيقول ان في موجه من الامان في هذا البيت. هل السعاده في البيت لها فاتوره، لها تكلفه؟ ليها طبعا طبعا طبعا، ليها تكلفه. يعني لو لقينا بيت سعيد ده مش صدفه. لا مش صدفه، ده مش موضوع كده عشان هم. لا ده معناه ان الطرفين عملا معا لبناء بيت مؤسس على الصخر معا. انت ممكن تلبس كويس يطلع قدام الناس لابس البراندات كلها. ايوه. وممكن تأكل كويس، واحنا تعشينا في الفندق الخمس نجوم والسبع نجوم، واحنا خدنا شاليه في العين السخنة صرفنا فيه كذا ألف أرقام هائلة، ولا الساحل الشمالي أرقام تقرب من المليونية، لكنك ما منحتش سعادة، ما منحتش طمأنينة، ما منحتش كلمة تشجيع، ما منحتش تدريب على العطاء والغفران، ما منحتش كل ده، ما منحت وغيره. أسيس عشان وقت الحلقة بتاعتنا قرب يخلص، عندي سؤال عايز أسأله لحضرتك. الأيام دي أغلب الناس قاعدين طول الوقت على الفيسبوك وعلى صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وفي ظاهرة غريبة قوي، تلاقي كل حد بيبعت صورة ان هو مبسوط هو وعيلته زي ما حضرتك لسه بتقول وبيعمل، وفي حقيقة الأمر فمثلا صديقة تشوف صديقتها العكس تماما. العكس، لكن صديقة تشوف وتروح بقى الجزء شايف، أو هو مثلا شايفة فلانة. إيه رأيك في الظاهرة دي اللي بتصدر واقع مرير عكس الواقع بتاعنا وبيعمل مشكلة رهيبة؟ ده مش ظاهرة، ده واقع قديم. يا يعني قبل الفيسبوك كان موجودة حاجات دي. وجدنا مجموعة صور أرسلت لنا هدية من ابن من أبناء الكنيسة الإنجيلية الثانية في أسيوط. الصورة
أول شهر اتجوزت فيه منى. جات لنا صورة تضم مجموعة من الشباب بتاعت الكنيسة، طبعا الصورة أبيض وأسود لأنه ما كانش الملون طلع في ذلك الوقت أو كان طلع وغالي جدا، وكلهم مبتسمين كويس، كل المجموعة اللي حوالينا مبتسمين. فأنا لما بصيت للصورة ضحكت، فقلت لها فاكرة فلانة دي وفلانة دي؟ كنا مسمينها فلانة كآبة. ليه؟ لأن كان كل علاقتها بالله أنها شعرة بالذنب وبتعذب نفسها البارة بالبكاء كل يوم، تستعطف الله وتسترضيه أنه يعفو عن خطاياها وأسمها، وهي إنسانة تقية جدا، تقية فعلا يعني. فكنت أقول لها يا كآبة قولي لربنا أنا بحبك وأنت مبتسمة هيقبل منك. فكانت تقول لي هو ده عشان أنت مبتسم فأنت مفكر أن الله مبتسم، لكن الله حزين ومكتئب على خطايانا. ده حبيبتي من عارف أنه حزين ومكتئب على خطايانا، بس هو غفرها خلاص. دور كبير السعادة، السعادة أنا بسميها، أنا بحاول أستخدم كلمة الرضا أكتر من السعادة. ليه؟ لأنها موجة كاملة بيشترك فيها كل أطراف البيت. لما بيجوا يتخانقوا الطفلين مع بعض ونبتدي ننبههم إلى إيه الصح وإيه الغلط، دور بياخد وقت، لكن بعد شوية لما تعلمهم العطاء تيجي بعد شوية معها بقصماتها وتقول هتدي جده حتة، فتدي لك حتة. ليه؟ لأنها تعلمت أن العطاء ليه أهمية، سواء الناس عندها أو الناس ما عندهاش. أنت دورك التعليمي صعب مش سهل، لكن النتاج 100 مش 30 ولا 60، لا 100. حضرة قسيس في نهاية حلقتنا نفسي توجه كلمة لكل بيت بيسمعنا النهاردة في دقيقتين، تقول لهم إزاي زي ما حضرتك قلت نعيش في حياة الرضا والسعادة بالله وبيتنا، وبيتنا يبقى فعلا في سعادة وفي فرح حقيقي. صالح للتعليم، صالح للتأديب، صالح للتوبيخ، صالح للإنذار، صالح للإفهام، صالح للتشجيع. عارف ده إيه؟ ده كلمة الله. عندك المنهج كامل في كلمة الله الموحى بها من الله، اللي ادها لك علشان تعيش أجمل وأروع وأكثر حياة توازنا واتكالا وثقة وشبعا ورضا وسعادة. كلمة الله، كلامك هو حق، حق طريق وحق وحياة، روح وحياة، بدونه لا هتشوف نور لسبيلك ولا سراج لرجلك. عشان كده الحق نفسك، شوف كلمة الله بتقولك ازاي تعيش، ازاي تتجوز، ازاي تربي ولادك، ازاي تبني عملك، ازاي تبني مستقبلك. شوف، والرب بيحبك وبيحبني. أمين. شكرا جدا حضرة القسيس. عزيزي المشاهد، عرفنا كلمات النهاردة مضيئة جدا عن السعادة الزوجية أو البيت السعيد. من أجمل الكلمات اللي اتقالت أني أكون راضي، أني أكون شبعان، أني أكون فرحان بالله. الله قال كده لا تكن إلا فرحا، وعايز بيوتنا تبقى فرحانة، مش فرح مجرد ابتسامة بمثلها ان انا مبتسم، لا، من فضلة القلب انا فرحان بجد، انا وجهي طلق، انا فعلا وفرحي ده مؤثر على شريك حياتي، على اولادي. بندعوك النهاردة كمل حياتك بطريقة جديدة. ساعات الامراض اللي بتجيلنا حتى الجسدية بسبب الزعل وبسبب النكد غضب. احنا عايشين في مجتمعات هتواجهنا مشاكل. كلمة الله زي ما القسيس قال النهاردة هي الدستور بتاعنا. من فضلك ارجع للكلمة، ارجع لله بكل قلبك، ارجع لمسبحك العائلي، اطلب الرب، رب هيكون بيفرح قلبك وبيفرح بيتك. مرة تاني أنا بنجدك عزيزي المشاهد، لو عندك أي استفسار، لو عندك أي طلبة صلاة، لو عندك أي احتياج في المشورة، من فضلك ما تترددش انك تكون بتتواصل معانا على صفحاتنا على السوشيال ميديا اللي بتظهر دلوقتي قدامك على الشاشة. إلى أن نلقاك في الحلقة القادمة، الرب معك.